السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو نحل واحد المشكلة نتاع الشحن في ريفار بواسطة شاحة أريدو عن طريق موقع غارينا. صح. أولا ندخلوا إلى لعبة في ريفار خاوتي باش يكون الفيديو واضح. صح خاوتي، دوكا ندخلوا إلى لعبة فيري فاير. صح، نقص الصوت باش ما يديناش مشكلة. صح، معليش نديرو حسنا. ومن بعد واش نديرو؟ نكوبو الاي دي خاوتي. صح، نضغط على البروفيل او الملف الشخصي تاع فيري فاير خاوتي. صح، هذا هو الاي دي، نديرو النسخ. ومن بعد نروحو الموقع تاع الغارينا خاوتي، نديرو اللصق هنايا. هنا ما حبناش يجينا اللصق. صح، دوكا نكتبوه الوارد خاوتي. صح، نجيبو هذه خاوتي فيري فاير. صح، هذا هو الاي تاعنا، هذا هو. واش نديرو؟ نكوبوه خاوتي. ومن بعد نروحو هنايا نديرو اللصق. ومن بعد تسجيل الدخول. صح، هنا يعطينا الجواهر. سبي مثال انا نحوس ندي 100 جوهرة. شوفوا خاوتي 100 جوهرة تجينا 18000 وزيد 10 مكافأة. هي نديرو مثال 330، قال لك 330 تجينا 54000 وزودونا 31 جوهرة. نديرو 520 جوهرة تجينا 90000 ويعطونا 52 مكافأة. نديرو 1060 جوهرة تجينا 180 تعطينا 106 مكافأة. نروحو نتاع 2180 جوهرة تجينا 360 ويعطونا مكافأة خاوتي 218 جوهر. صح، حنا نديرو نتاع 100 جوهرة. ومن بعد نضغط هنايا على اريدو. ومن بعد نديرو الشحن او الشراء الان. ومن بعد ندير رقم الهاتف تاع اريدو خاوتي، نديرو بدون صفر. ومن بعد نديرو متابعة الى شاشة الدفع. هنا خاوتي كاين واحد المشكلة، يجي يشحن ما يجيش الميساج. في حالة اذا كان الشريحة نتاعك اريدو، مثلا نقول احنا اريدو راها كيما نقول احنا خاوتي اريدو راها جديده، راه ما تقدرش تشحن بها، خلي 24 ساعه ومن بعد تشحن بها. فهمتوا خاوتي؟ صح. ومن بعد يقول لك هنايا شكرا لك متابعات دفع، يقول لك نبعث لك واحد الرساله. هاي خاوتي جاتنا، ها هي. هنا واش يقول لك؟ يقول لك اكتب اف اف. صح، شوف قبل ما نديروا الشحن فيري فاير خاوتي او جواهر، روحوا الفيري فاير شوف عندنا، عندنا احنا 100 جوهره. صح، ما علينا، نديرو هنايا نديرو مثال. قال لك دير اف اف، نديرو اف اف 100. صح، ومن بعد ندير ارسال. ومن بعد قال لك متابعه الى الشاشه الدفع بهذه الطريقه خاوتي. ايوه دركا خاوتي دركا يتم الشحن بنجاح. دركا نستناو الجوهرة. ها هي، قال لك هناك رقبتك من رابط كذا وكذا. نديرو ارسال، نرجعو الصفحة، نستناو شوية. مامو خلاص خاوتي، ها هي 210، كانت عندنا 100 خاوتي. ها هي الشحن تم الشحن، ها هي نحونا تقريبا 18000. قال لك تم الدفع بنجاح. شتو خاوتي؟ ها هي بدون اي مشاكل. انا حلينا دوك هذه المشكله. في حاله اذا كان شريحه اريدو جديده شيت اليوم وشحنت بها وما حبش يجيك الميساج، اقعد ما بين 24 ساعه ومن بعد اشحن بدون اي مشاكل. المهم خاوتي اللي عنده اي حاجه ولا عنده اي مشكله يخلينا التعليق في هذا الفيديو، ولا يتواصل عن طريق الواتساب. وما تنسونش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس يوصلك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.